إلا بمسرح المارتينيز. أضواء على كريكور نوريكيان الرسام الفنان الأرمني اللي بقاله من سنة 66 بيعمل معارض، وهيدا سادس معرض إله. بمناسبة هالمعرض بصرنا أنه يكون بأسرة أضواء هالأسبوع. المعرض يجري حاليا في أليك مانوكيان سنتر. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريكور نوريكيان. ممكن تعطينا شوية شروحات بفتكر هذه لوحات قديمة اللي عم نشوفها هلأ، ومنلاحظ أنه فيها كتير شخصيات أو وجوه عديدة، شو بتقدر تفسر لنا من هالوجوه؟ والله هذا واحد فنان صعب كتير يحكي على شغله، بس بدي جارب شوي فسرهم إذا ممكن. هذا شغل شوي قديم 61. أيوة. كان عم بشتغل دائما شخصيات جروب ما، يعني إذا بدكم يعني أخذ دائما في شخصيات على شغلي. أنا مشوفه مسألني عني ليش في دائما شخصيات. افتكر بحب كثير إنسان. بتاخد الإنسان يعني وسيلة للتعبير عن شعورك أنت بالذات. نعم. طيب ممكن ننتقل للوحة الثانية كمان تعطينا شوية تفسيرات عنها. مثلا هاللوحة شو بنقدر نفسر شعورك أثناء رسمها؟ هيدول رايحين ماشيين على الطريق. أبو رايحين مشين على الكليسة إذا بتكون على وسا هيك، يعني في طبعا الشخصيات عم شوفها الحياة عم بصوروا. اللي أنت بتحسها مش بتشوفها يعني؟ ما لا بحسها معلوم ما عم بشوف وشوفه. وبفتكر في كمان هون شيء بدل على يمكن سرور أو سعادة في ألوان زاهية فيها، هاي حسب ما أنا فهمت. يمكن هذا هون في نفس السجية زي بدي بس بغير لون. أي اللون على شو؟ أنا كتير عم بشتغل سجيات في مرة مرتين ثلاثة، بس بغير كيف بيسموها، بغير إكسبريشن تبعه، التعبير. طيب نقدر نفهم مستر كريكور انه نظرتك للانسان عامه، هلا بدنا ننتقل للتبلويات اللي عاملها جديد، بس نظرتك للانسان عامه بهمك انه يكون جميل، تبين انه الانسان اللي عم ترسمه جميل او قبيح، ما بتفرق معك يعني ان كان حلو او مش حلو كوج. بس مشان ما في شيء يعني حلو او ما حلو، مهم يصير شيء حقيقي يعني هي. يكون شيء حقيقي إن حلو أو مش حلو. طيب ننتقل هلأ شوي للتبلويات الجديدة. ممكن نعتبر اللوحات اللي عم نشوفها هي مرحلة تانية من تبلوهات كريكور نوريكيان. عم قول هيك لأنه مستر نوريكيان عم نشوف أنه شخصيات تقريبا مش عم تختفي، إنما عم بيجي معها شيء. يعني هونيك كنا شفنا شخصيات بارزة نت واضحة، هلأ في معها شيء تاني، فشو بتفسر لنا هلأ؟ أنا عم بفتكر الشخصيات هذا تاني، شوف شخصيات عم بسأل لحاله، عم بسأل لحالي كمان شو بدي أنا على حياتي. يمكن عم يبحثوا عن الحقيقة يعني؟ ايه. فاللي مع هالشخصيات معناتها انه يمكن غموض بالنسبة لهم حتى انهم يتوصلوا يجوا على الحقيقة. طيب بالنسبة للألوان هون كمان، او بالنسبة للحقيقة اللي عم تحكي عنها، هالألوان بتدل عليها؟ اذا ممكن الحقيقة عم بسأل الحياة شو يعني بسام اللوجيك، المنطق بالمنطق. ايوه. مشان هيك نقدر نفهم انه الاشكال اللي بتعطيها للوجوه للشخصيات مش مهمة عندك تكون حلوة او لا، انما المهم تكون حقيقية واقعية. مشان كله حلوين شخصيات، ما في شيء شخص مش حلوين. يعني اذا كان بيعبر عن الحقيقة وعن الواقع بيكون حلو بالنسبة لك. معلوم. اي هذا صح. طيب ننتقل تالت أو أواخر التبلوهات اللي رسمتها مستر نوريكيان إذا سمحت. بنهاية المطاف بقصد بأواخر تبلوهات كريكور نوريكيان منلاحظ اختفاء الشخصيات أو الوجوه. إيش بتفسر لنا مستر نوريكيان عن اختفاء الوجوه بلوحتك الأخيرة؟
يعني ما بقتش بارزة مثل الأول. لو لوحاتي أخيرة غيرت كتير، بلشت يشتغل بس اللون. أيوه. تعمل كومبوزيشن تبع اللون، خلط الألوان يعني. خلط الألوان نعم. ما ببين كتير شخصيات، يعني فكري يعني اشتغل دائما مع لون تعطي معنى مع اللون. يعني كل لون له معنى مثلا؟ كل لون له معنى. طيب هذا التابلون عم نشوفه في كتير لون أحمر، شو بيعني لنا الأحمر فيه؟ لون أحمر بسامه في عنده معنى يعني طبعا حياة. معنى الحياة. معنى الحياة. طيب التابلون لون أصفر، هديك مثلا في لون أصفر كتير. أيوه. هذا بسامه الضوء، ضوء الحياة. ضوء الحياة يعني الأمل فينا نقول؟ زي بديك. طيب شو بيفسر لنا هالتابلو هيدا كله سوا مع ألوانه، يعني مع أنه في كتير ألوان عديدة، بس شو بنقدر نفهم منه؟ مع أنه فيه هون شخصية، بفتكر فيه وجه، في حركات طبعا، بس في أكتر شيء شلت كتير هيك، ما ببين كتير شخصيات كيف ما كان. هيدول ما سموا الدراما، هيدا الدراما زي بديك، دراما طبعا الحياة. طيب بالنسبة للوحة التانية لحتى نشوف، بالنسبة للألوان كيف بنفهم إنه كل لون إله معنى؟ يعني أنت بتحس هيك أو أنت درست إنه كل لون إله معنى أو لا؟ هيدا معنى متى مشاني. إحساسك الخاص. إذا بديك لون أخضر قلنا، لون أصفر كمان، في أزرق. أيوة. أزرق كمان في عنده معنى بسموه سلا. معلش قول. ترانكيليتي. الهدوء، الطمأنينة يعني. هذا. الطمأنينة للون الأزرق. طيب بالنسبة للشخصيات نفهم إنك بالنسبة لنفسك أنت إنه تطورت وبطلت ترسم شخصيات أو ما بيمنع ترجع ترسم شخصيات؟ هذا ما بيعرف، ما بدري ولا شيء هذا. بس هلا عم نرسم هيك. وباخر تابلو يعني نقدر نفهم انه ممكن ترجع للشخصيات، يعني حسب ما تكون انت عم تشعر وتحس تعمل تابلو تشرح فيه. اذا برجع وبضل كيف ما كان كيف هون، ما فيش فرق كثير. طيب لنعمل مهم يعطي التابلويات شيء. طيب اذا بدنا نعمل خلاصه، على كل حال، اي نوع من انواع الفنون، اي نوع فن في عطاء يعتبر فن، إن كلاسيكي يعتبر فن.